أحمد الألفي. الابتسامة العريضة مش بتفارق وجهه البشوش. قصته مع الحادثة ممكن تتحكي بشكل مأساوي درامي عنيف، وممكن نحط لكم موسيقى حزيني في الخلفية ونديها عياط للصبح. إلا إن أحمد الألفي من بشاشته وظرفه حكالنا مفارقات عجيبة حصلت معاه بعد الحادثة بخفة دم غير متوقعة. قصته ممكن تتصنف من نوع الكوميديا السوداء، إلا إن اللون الأسود ملغي تماماً من حكايته، لأن عروسته ياسمين طلت بالأبيض في عز المحنة وخدت بإيده لعز الفرح. قصة من القصص اللي أنا بسميها قصة خيالية في كل تفاصيلها، من أول ما حصلت لغاية أما يعني لحظتنا اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي، كل تفصيلة فيها يعني غريبة ومش تقليدية ومش عادية، والحلو فيها غريب والوحش فيها غريب برضو. أحمد الألفي وزوجته الجميلة ياسمين، الحقيقة هم مروا في السبع سنين اللي فاتوا نقدر نقول ايه، الدنيا اتشقلبت واتشالت واتحطت بيهم، ومع ذلك محتفظين بابتسامة انا كمان بشوف ان الابتسامة دي خيالية مش موجودة. لما حد فينا يعني بيتعور واللي حصل لي، ولو حد فينا حصل له اي حاجة يعني ممكن تجيله شوية كده يعني دي من الدنيا، انما انه حد يبقى في العناية المركزة بيموت وشبه مشلول شلل تام ويبقى بيضحك والابتسامة على وشه، ده بقى اللي خلاني اجي واقعد القعدة دي. احمد الألفي انا متشرفة بوجودي معاك، واحنا بنتكلم النهاردة على الناس اللي اتولدت من جديد وبتدخل دنيا جديدة وحياة تانية زي ما انت مسميها او دنيا تانية. احكي لي كده، انت عملت حادثة بيسموها حادثة موت، سنة كام عملتها؟ ونبتدي كده المشوار من اول. عملت الحادثة كنت رايح معينة شغل يوم 12/1/2011 على طريق الفيوم، اتقلبت بينا العربية قبل ما نوصل، حصل لي كسر في فقرات الرقبة وكدمة في النخاع الشوكي، عملت لي شلل رباعي. شلل رباعي لإيدك ولا رجلك ولا أي حاجة بتتحرك خالص، لساني بس اللي كان بيتكلم على خفيف يعني. انت حسيت يعني ادركت، في ناس تقول لك انا ما حسيتش بحاجه غير ولقيت نفسي في المستشفى، انت حسيت بالتفاصيل الحادثه؟ تفاصيل الحادثه يعني كانت يعني قبل ما يعني من كرم ربنا حصل لي صدمه. هو كان حصل لي زي كده ايه صدمه وغبت عن الوعي يعني شفت صوره والدتي الله يرحمها وتمام، بس فوقت بقى كنت لقيت نفسي في رمل وحواليا ناس كتير. وبس بعد كده قوم عليها تاني تمام، وفوقت في الاسعاف شويه. احمد الألفي كان رايح فرح جماعي لخير او حاجه كده، جماعية الخير مجمع يعني كذا عروسه وعريس، عريس وعروسة وبيعمل لهم فرح جماعي وبتاع وكده. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل دكتور اشرف زكي، الانسان انا مسميه انسان، الانسان اشرف زكي مش الدكتور بس يعني، جه لحقني هناك. انت خريج فنون مسرحيه؟ فنون مسرحيه قسم ديكور. قسم ديكور عشان كده انت تتبع يعني نقابه المهن التمثيليه. تمام. فجه لحقني الدكتور اشرف وجابني هنا مركز تاهيل. مركز تاهيل جامد جدا يعني. طيب انت كنت جيت هنا بتتشال على ملاي يعني سرير، جايب سرير، جايب سرير يعني ما بتقعدش حد، لا ما اقدرش، مفيش قعاد وبيشيلوك بملايه ويحطوك بملايه ونايم، بس لازم سته يشيلوني. لازم سته يشيلوك. ياسمين راحت زارتك في الانعاش. ياسمين بنت خالك صح وانتوا ما كانش في بينكم علاقه خالص قبل خالص يعني طشاش كده. ايوه ياسمين بتقول لي حاجه غريبه جدا، ما هو دي برضو من الحاجات الخياليه. قالت لي انا دخلت المستشفى وهو في الانعاش بيموت خالص، يعني لسه ما نقول حالا بيضحك لي وانا بضحك له. فان هو بيضحك لك ازاي ده؟ الناس بتقول بيبقى منظر وبيبقوا من الكدمات وكده، بيبقى ملامحهم متغيره وشكلهم متغير وكل حاجه. انت ايه؟
لا خلاص هو بيضحك وانا بضحك له خلاص، مش عارفه حاسه اصلا انه مش ده احمد اللي انا بشوفه في العادي قريبي. اه انا حاسه ان انا اشوف حد اول مره اشوفه.